يا طالبا عيش الرغيد، يا راميا خيرا يزيد، أعمر بيوتك بالتقى وسل الإله من المزيد، وسل الإله من المزيد، وأمر أهيلك بالصلاة واخضع لخالقك المجيد، رب الصغار على العفا والقول والفعل الرشيد، هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت السعيد. الحمد لله، مرحبا بكم في البيت السعيد. إن من السمو الأخلاقي عند الزوج والزوجة ألا يتأفف أحد منهما في خدمة الآخر. خديجة رضي الله عنها كانت تخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن التعالي والترفع من أحد الزوجين على الآخر في خدمته أو المنة بين الفينة والأخرى، خدمتك، أعطيتك، قمت برعايتك، سهرت عليك، مرضتك، كل هذا أيها الأحباب لربما ينقص معين الفرح والسعادة في القلوب. الأصل أن المرأة تتعبد إلى الله جل وعلا بخدمة زوجها، والأصل إن الزوج يتقرب إلى الله بخدمة أهله ويكون في مهنة أهله. فليس ذلك أيها الأحبة مما يعيب الرجل، وليس ذلك مما يعيب المرأة، بل إن ذلك من العشرة الجميلة التي لن تكون إلا بالمعروف. السعادة في البيت المؤمن يوم أن يكون الزوج يكمل امرأته. النقص لا أن تكون عينه ناقدة، وكذلك الزوجة ألا تكون ناقدة إن لم يحضر لها خادمة، إن لم يحضر لها طلباتها قلت خدمتها. ثم إن الزوج ينظر في وجه زوجته، وكذلك الزوجة تنظر في وجه زوجها. إذا كانت الخدمة بدون نفس وبدون استشعار أنها عبادة وبدون الفرح بها، فإن المقابل أن الزوج أو الزوجة سيتوقفان عن طلب الخدمة. ودائما إذا أوكلت الخدمة في البيت إلى غير الزوجة فيما يخص الزوجة والزوج فيما يخص الزوج، أخشى أن السعادة تبدأ تتصحر في بيت هذه الأسرة. نسأل الله لنا ولكم السعادة. هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت السعيد. يا طالبا عيش الرغيد، يا راميا. البعض من الرجال يتأفف من خدمة أهله، مع أن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله، في خدمتهم. كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله، يخيط ثوبه، كان بأبيه وأمي يحلب شاته. لماذا أولئك الذين تعنجهوا وأرادوا أن يترفعوا في مكان الترفع فيه الخدمة؟ لأن الخدمة للأهل عبادة. بعض النساء تتأفف من خدمة بيتها ومن خدمة زوجها وأبنائها وتقول أنا أخدم. تأملي في حياة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت صاحبة مال وشرف وجمال وحسب ونسب، ومع ذلك كانت تستطيع أن تأتي بالخدم أرقاء إماء لديها في بيتها، ومع ذلك كانت بنفسها تقوم بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوما قدمت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بطعامه، فأخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم بإقبالها، ثم أقرأها السلام يسلم عليها، ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ. هذه المرأة العظيمة في تاريخ الإسلام، أول من آمن بالحبيب صلى الله عليه وسلم من البشر، تأتي بالطعام. أخبرها بأن الجائزة
أن الجائزة بيت من قصب كانت تخدمه ما تأففت رضي الله عنها وأرضاها، ولها بيت في الجنة لا صخب فيه، لا صخب أي لا ضوضاء، لأن البيت كان هادئ وهانئ ومستقر وسعيد. إنها خديجة رضي الله عنها التي تلذذت بخدمته صلى الله عليه وسلم. فكونوا خيرا لأهلكم حتى تسعدوا بحياتكم، أستودعكم الله. هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت السعيد. لما تأفف بعض الرجال من خدمة أهله ظنا منه أن ذلك ينقص رجولته، وتأففت بعض النساء من خدمة زوجها أو تشاغلت أو تثاقلت، وعندما أيضا كان بعض الأبناء عاله على قلب أمهم وعلى أبيهم، كانت بعض الأسر تحتاج إلى خدمة، فذهبوا إلى البحث عن من يخدمهم. دخلت الخادمة ودخل معها بعض النقائض والنقائص، بعض القيم تخلخلت، بعض الأخلاق تمزقت، الأنانية انتشرت، الاتكالية أيضا كبرت في البيوت. إن خدمة الزوجة لزوجها وخدمة الزوج لزوجته، خدمة الأبناء لأمهم ولأبيهم عبادة. إن تنظيم العمل داخل البيت وتقسيمه وحثهم على النظافة والترتيب والنظام داخل الأسرة يخرج لنا بيتا سعيدا جميلا لا يدخله أجنبي ولا أجنبية، السائق من هنا والخادمة من هناك، واتكلت بعض الزوجات على الخادمة حتى في خدمة الزوج وخدمة الأبناء الذكور، فتولدت لنا أورام أخلاقية وسرطانات أخلاقية السبب دخول الخادمة. بل إن الفتيات، يوجد لدينا جيل من البنات لا تعرف خدمة نفسها، فكيف تخدم زوجها؟ لا تخدم إخوانها على الآيباد وعلى الجوال وعلى اللابتوب، ثم بعد ذلك البيت يخدمه من لربما أتى من مكان بعيد ولربما أتى بلا خلق. نحن لا نتهم الخدم بأنهم قد انحرفوا، ولكن نقول البيئة. إذا خلى رجل بامرأة، الحبيب يقول إلا كان الشيطان ثالثهما. من منغصات الحياة في البيوت المعاصرة وطردت السعادة الخادمة والسائق الذين لربما نأتي بهم بلا ضرورة، بلا ضرورة وبلا حاجة ملحة، إنما هي الكمالات والمقارنات. ومن هنا وقعت بعض الخيانات وفشلت بعض التربيات، ولربما انقلبت بعض البيوت إلى عذابات بسبب أن خدمة الأهل بات البعض يتأفف منها، والنظام في البيت صار يتكئ على الغير، ثم بعد ذلك دخلت بعض الأخطاء والسلبيات. ها نحن نجني آثارها رحيل السعادة والطمأنينة من البيوت. صلى الله وسلم على من كان خلقه القرآن، وصلى وسلم على من كان في خدمة أهله، وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله. يا طالبا عيشا رضي، يا راميا خيرا يزيد، أعمر بيوتك بالتقى وسل الإله من المزيد، وسل الإله من المزيد، وأمر أهيلك بالصلاة واخضع لخالقك المجيد، رب الصغار على العفا والقول والفعل الرشيد. هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت السعيد.